الوالدين. نعم، معنا أول هاتف من صفاء عثمان من الخرطوم الصحافي. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ محمد. أيوة نعم تفضلي. والله عندي أمين باكلة لكن ما تفطر. ما شنو؟ قالش عندها كلى وما قدرت تفطر أمها. أيوة. وعندي سؤال ثاني. نعم. والله أبوي ده عنده فلوس جامعة ما قدر يدفع لي، عنده الفلوس ما قاعد الناس تبرر. نعم؟ قاعد الناس تبرر. ما بيدوكم أنتوا قروش؟ خالص والله بيدوكم شوي. لا والله ما بدينا، بس بدي الناس تبرر، أي زول يقول داير بدي وبرا. طيب أنتوا قاعد اللي بيصرف عليكم منو؟ ها؟ اللي بيصرف عليكم منو؟ والله بصرف بس. مش بيصرف على البيت الاكل والشراب، مش بدكم مصاريف الاكل والشراب. مش بدكم مصاريف الاكل والشراب. نعم. نعم نعم. شكرا جزيلا صفاء. صفاء عثمان من الصحافه. ايوه. السؤال الاول اللي قالت امها عندها كلى وما. ايوه هي صحيح. اي انا اقول لي اللي خدي عندها كلى الدين يسر، والرسول عليه الصلاة والسلام أدى رخصة للناس اللي عندهم مرض مزمن زي الكلى زي السكري. والنصيحة اللي أخذتنا دي إنك أسألي الطبيب اللي قاعد تمشي له، يا دكتور أنت قلت لي عندك كلى، هسا أنا كان صمت رمضان، هل الصيام ده بيضرني بيأثر في الكلى؟ قال لي كلى ما بيضر، أنت الكلى بتاعك بسيطة وممكن تصومي تغير صومي. أما إذا قال لك ما تصومي يبقى ما تصومي. لو أنت أصريت على الصيام والكلى تأثرت وبعدين اكتعبت ودخلت في مرحلة الغسيل يبقى عندك ذنب، لأنك بيتي تأخذي بالرخصة ربنا أداك إياها. نصيحة لك يمشي هسع بعد شرب الموي قبل المركز الصحي أو الطبيب اللي تعالج عنه أسألي السؤال قلت ليك ده. قال لك صومي صومي، قال لك فطرة فطرة طوالي تطلع الفدية. نعم. باقي سؤال قالت إنه والدة ما قاعد يديهم قروش. يعني ما هسه انا سالتها قلت لها هل بيصرف عليكم منه؟ قالت هو بيدوكم مصارف. اي يبقى ما اعرف كلامها زي متناقض كذي. يبدو ان هي صغيره في السن واظن بتطلب حياه زياده، طلباتها زياده. اي برضه نحن ننصح الابو انه توسع عليه عيالك، ما دام ربنا وسع عليك في الرزق كمان وسع عليه عيالك. ربنا قال لي ينفق لينفق ذو سعة من سعته. نعم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. Hey.